لأن حقوقنا باللبنان ضايعة، لازم نتوحد ونطلب بقائمة حقوق المواطن اللبناني. تنصير مواطنين عنا حقوق بلبنان، لازم نتوحد ونطالب بقائمة حقوق المواطن اللبناني. الحق الأول تأكيد عصلتة الشعب من خلال انتخابات واستفتاء. الحق الثاني كل مواطن له الحق يترشح لأي منصب بغض النظر عن دينه أو طائفته. الحق الثالث حق الحصول على المعلومات بطريقة شفافة للمساعدة وللمحاسبة. الحق الرابع حق حرية التعبير والحماية الفكرية والمعلومات الشخصية. الحق الخامس حق التعليم العام والطبابة والشيخوخة والخدمات الاجتماعية الأساسية. الحق السادس حق التمتع ببنية تحتية ممتازة بشكل منظم مستمر وبكلفة مقبولة. الحق السابع حق المواطن ببيئة صحية وبحر نظيف وحدائق ومحميات عامة، كمان المحافظة على الأماكن التاريخية والتراث اللبناني. الحق الثامن حق المواطن والمواطنة اللبنانية بالمساواة التامة بما يختص بالشؤون والأحوال الشخصية بغض النظر عن الجنس، الإعاقة أو الدين. حق التاسع حق المواطن بمحاكمات مدنية مع حق الاستئناف بدون حجز الحريات الشخصية أو الممتلكات. الحق العاشر حق التنفيذ السريع للقوانين وحق محاكمة الدولة والمسؤولين بحال عدم التنفيذ. حق الـ11 حق العيش بالأمن والاستقرار على كل الأراضي اللبنانية في حال تقصير الدولة، لكل مواطن الحق الشرعي بالدفاع عن نفسه وعن أهله. الحق 12 ولا حق بينعطى إلا من قبل الشعب اللبناني، ولا سلطة تعلى على سلطة الشعب.